بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 4 في مادة Workshop and Technical Report موجهة إلى طلبة معهد الفن الصحي السنة الثانية شعبة فن صيانة أجهزة مادة الورش شابتر 2. موضوع المحاضرة الدريل المسقاب. مهندس مجدي يونس. الدريلينج ماشين او الدريل بالاختصار ماشين بتستخدم تو جنريت هول او تو انلارجينج ذا هول، يا اما هنعمل ثقب يا اما هنوسع ثقب موجود في الشغله اللي هي المعادن طبعا. باي يوزنج بوينت تول كولد تويست دريل، هنا زي البنطه كده. Drilling machines are also used to drill grooves for screw heads, finishing hole using reamers اللي بتعمل التوسيع and generating internal threads كأنها بتعمل ملغوص داخلي. A twist drill consists to helical flutes in its working section زي السنين كده زي بنطتين بيشتغل بيهم يعني. This flutes remove ships and allow the delivery of cutting fluid to the cutting zone. شكل الدريل هو الشكل الموجود قدامنا. اجزائه طبعا البيز تيبل الاساسية من اسفل الى اعلى كده، وبعدين الكولوم اللي واقف عليه الدريل او القايم بتاع الدريل، المين درايف اللي هو هنا هيبقى الموتور، ده المين درايف بتاع الدريل اللي هو عباره عن الموتور المحرك الرئيسي يعني. الشك هنا هو عباره عن الظرف اللي بيثبت فيه البنطه بتاعه الدريل اللي هي تويست الدريل اللي هي بنطه الثقب. دريل سبندل، بنلاقي الدريل سبندل هو العمود الرئيسي اللي هو بيركب فيه البنطة. فيد هاندل اللي هي دايما بقى اللي بيلقم او اللي بيشغل او كده بيبقى فيه مفتاح يعني بينزل بالبنطه وبيطلع البنطه، المفتاح اللي فيه ثلاث مطارق ده ثلاث مواضع بحيث انه يدور ويمسك ماسك المفتاح باكتر من ايد، الايد اللي ايه يلف ويمسك بالايد اللي وراها وكلام من ده. الورك تيبل دي مهمه جدا، ريجولار ورك تيبل اللي هي بيبقى راكب عليها متثبت عليها الشغله اللي بيتم ثقبها. طبعا في كلامبات بقى كده وفرامل واكتر من حاجه، وهذه الالات طبعا بيراعى فيها الامان بالفرامل والحاجات دي واللوكات اللي موجوده دي كلها على اساس ماسك الشغله واحكام العمل على اساس مفيش حاجه تتطاير او كلام من ده. انواع الدريلنج ماشين، انواع الدريلنج ماشين فيه البنش ده ابسطهم يعني دريل خفيف كده بتحطه، طبعا الشغله بتبقى بتاعته خفيفه مش كبيره يعني بتحط على المكتب حاجه مصغره. فيه الكولم اللي هو اللي موجود في الـ في الـ في, الـ في نص الرسم اللي هو في المنتصف. فيه الراديال اللي في اخر اليمين اللي هو ممكن الدراع بيدور وياخد اكتر من اتجاه واكتر من محور. فيه الاوتوماتيك طبعا ده اللي يعتبر نوميريك كنترول بقى اللي هو زي اللي شغال بالكمبيوتر. فبنلاقي الرسم اللي قدامنا فيه البنش من الشمال كده اللي هو في الشمال، وفيه الكولم بعد منه، وفيه الراديال اللي هو بعد منه. والاوتوماتيك طبعا هو حاجه زي الراديال، ولكن المسيطر عليها واللي بيديرها كمبيوتر باستخدام طبعا الايه الكمبيوتر انترفيس. الاوبريشن اوف دريلنج ماشين، الدريل بتعمل ثقب وبتعمل ريمنج. الثقب يعني بتفتح فتحه، ريمنج يعني بتوسع فتحه موجوده، وبتعمل كاونتر بورنج يعني بتعمل هنا غاطس لمسمار معين. اهو لو بصينا في الكاونتر بور ده بنلاقي كان المسمار الغوص معمول في الشغله،
الراس بتاعته عدله او كاونتر سينكينج، كان زي كده المسمار غرقان في الشغله كده، بنلاقي فيه ايه، فيه المسمار له شكل قمعي كده في راس المسمار. طبعا ده كل الشغلات ديت وده تداخلاتها وضبط البنطه فيها، فدي اكتر من شغله واكتر من شكل اللي عمليات التي يقوم بها جهاز الدريل. الكاتنج موشن زي اي اله عندنا، المين كاتنج موشن دي حركه دائريه للبنطه والراسم البنطه هي داخله في الشغله، والفيد موشن اللي هي الاتجاه الراسي، وطبعا كاتنج تول هي التويست دريل اللي هي البنطه اللي هي الموجوده، ودي الشغله اللي هي البيس الورك بيس اللي هي القطعه المهشره في الاسفل دي. فعندنا المين كاتنج فيد وديت سيركولر او دائريه او روتيشنال، والفيد موشن اللي هي لينير فيد موشن، وتتقاس بالايه، بالاولانيه تتقاس ريفولوشن بير مينيت بير سكند، والثانيه تتقاس بالمليمتر بير سكند، على اساس ان الاقطار دي مش ارقام كبيره ولا حاجه. الكالكوليتنج فور كاتنج موشن للدريل ما بتختلفش كتير عن الكاتنج موشن للمخرطه، بنلاقي ان سرعه القطع برضو البي سي بتساوي الباي في الدي على ان، الباي في الدي في الان على 1000، وطبعا مليمتر بير مينت، والماشين تايم هي نفس المعادله، والثانيه نفس المعادله برضو، لان احنا ببساطه تقدر تتخيل ان المخرطه اذا كانت بتقطع والشغله نايمه، فانت لفيت الدنيا كلها وخليت الدنيا ايه بزاويه 90 درجه، والدريل يبقى واقف قائم، يعني لفينا الدنيا بدل ما يبقى هورزونتال اللي بقى الدنيا ايه راسيه، ويبقى الدنيا كلها نفس الارقام ونفس المعادلات، الماشين تايم هيبقى ال على اس في ان. شكرا، وبكده انتهى شابتر 2.